السلام عليكم، صباح الخير عليكم. أبدأ الأول بالشكر للدكتورة هالة السعيد على الدعوة للحضور الأسبوع العربي الثاني للتنمية المستدامة. أستاذة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، السيد السفير خليل إبراهيم أمين عام مساعد الجامعة الدول العربية، السيد ريتشارد تاكست الممثل المقيم للأمم المتحدة، السيدات والسادة الحضور، ممثلي الحكومات العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، السادة الخبراء، السادة الإعلاميين، اسمحوا لي في بداية كلمتي أن أعرب عن سعادتي لتواجدي اليوم وسط هذا الجمع من الخبراء من الاقتصاديين والاجتماعيين والبيئيين والخبراء والعلماء ممثلي المنظمات الدولية للتحدث عن وضع التنمية المستدامة في المنطقة العربية والخروج ببعض التوصيات التي من شأنها أن تساعد في دفع مسار التنمية المستدامة في بلداننا العربية. الحقيقة أنا مش هقرأ من الكلمة لو حضراتكم أذنتولي، أنا هاخد بس 7 دقايق نستعرض مع بعض مش ملف البيئة ولكن التنمية المستدامة والمفهوم بتاعها والتحديات، عشان يمكن نصل ببعض المقترحات اللي ممكن إن هي تساعد في إحداث تغيير في بلداننا العربية ولشعوبنا. لو هنرجع بالزمن لورا لما التنمية المستدامة بدأت من خلال البيئيين، لما في 92 ابتدوا يفكروا في إن عمليات التنمية اللي بتحدث ما هياش مستدامة، إن الثورة الصناعية بتحدث إهدار للموارد الطبيعية، وبالتالي لازم إن احنا نبتدي نفكر بأسلوب أمثل للاستخدام بتاع الموارد، وهو ده الفكر البسيط للتنمية المستدامة. لما بنقول عايزين نستخدم الموارد الطبيعية بأسلوب أمثل للأجيال المستقبلية، يبقى عندهم نفس الحياة، ينعموا بنفس الحياة اللي احنا يعني ربنا أنعم بيها علينا. وبالتالي في خلال يمكن مرور 25 سنة من بداية 92 في ريو دي جانيرو أول مؤتمر للتنمية المستدامة، بنحتفل بمرور 25 سنة السنة دي، هنلاقي إن كانت التحديات اللي بتواجه الدول كلها مش دول عربية فقط ولا دول نامية، هي عمليات الدمج والتكامل والاتساق. إزاي نقدر إن احنا نخلي الاقتصاديين والاجتماعيين والبيئيين على مستوى الدولة سواء حكومة أو مجتمع مدني أو قطاع خاص يشتغلوا مع بعض ويراعوا الأبعاد؟ ودي كانت التحدي الرئيسي اللي بدأ في اقتراح أهداف التنمية المستدامة الألفية وبعدين الأممية اللي هي الاس دي جيز اللي كلنا شغالين عليها دلوقتي. لكن المشكلة بتاعت الدمج والتكامل والاتساق ما زالت قائمة. يمكن أنا هتكلم على الجزء اللي خاص بالبيئة عشان احنا شايفينه عندنا قوي كبيئيين، المسار بتاع الاتفاقيات الدولية البيئية، طبعا تأثيرات تغير المناخ، فقدان التنوع البيولوجي، الجفاف بتاع الأراضي وله أخصية بموضوعات التصحر، كل الكلام ده كله بنلاقي الاتفاقيات البيئية والالتزامات البيئية ماشية في اتجاه، والبرامج والسياسات والخطط الوطنية ماشية في اتجاه آخر. يمكن الاستراتيجية الوطنية التنمية المستدامة 2030 زي ما تفضلت معالي الوزيرة دكتورة هالة السعيد قالت هي اتعملت بأسلوب تشاركي، لكن أحب كمان أكمل على اللي هي قالته، هي اتعملت بطريقة إن احنا نحاول نتلافى فيها إن يبقى فيه مسارين، هو مسار واحد، هو الاستراتيجية مفروض تعكس الالتزامات الدولية، ولازم ان هو التمويل اللي بيبقى متاح داخل الدولة سواء من قطاع خاص سواء من التزامات طوعية للمجتمع المدني سواء تمويل خارجي جايلنا، يبقى كلهم ماشيين في نفس هذا الاتجاه. وبالتالي لما اتعملت الاستراتيجية بتاعت التنمية المستدامة بالإطار العام بتاعها لقينا نفسنا، واعتقد ان السيد ريتشارد داكس هيتكلم على الموضوع ده، ان
تم إعداد الإطار العام الأممي للأمم المتحدة في مصر 2018-2022 ليعكس الملامح والإطار العام لاستراتيجية التنمية المستدامة. ومن هنا ابتدينا أن احنا نتلافى عملية الدمج أو التكامل أو الاتساق، بقى في عملية تخطيط صحيحة، بمعنى أن احنا كلنا ماشيين في نفس الاتجاه بأن الاستراتيجية دي هي أساس العمل داخل الدولة. وبما أن هي أساس العمل داخل الدولة، أي يعني مساعدات أو أي interventions ممكن أن هي تتعمل من القطاع الخاص، من المجتمع المدني، من المنظمات الدولية، مفروض أن هي تبقى كلها ماشية في هذا الاتجاه لضمان تحقيق الأهداف. ودي كانت بداية التجربة يعني المصرية اللي احنا بدأناها. يمكن في الجزء اللي مهم في هذا المسار، بجانب طبعا المشروعات القومية والبنية التحتية والتحول الرقمي اللي اتكلم عليه زميلي الوزير الدكتور عمرو طلعت، هي النظر لمفهوم الاستدامة. طول ما احنا ماشيين في الطريق وبنعمل مشروعات، طب ايه اخبار استخدام الموارد الطبيعية؟ احنا الحقيقة بنفتخر كلنا ان حتى واحنا بنعمل مشروعاتنا القومية، القيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اكبر مشروعات احنا بنفتتحها بيطلب وبيقول طب ايه اخبار الابعاد البيئية، ايه اخبار الانبعاثات. ابتدينا ان احنا ندرس الموضوع بتاع المعايير والاشتراطات البيئية في هذه المشروعات القومية، موضوع زي العاصمة الإدارية الجديدة، دولة داخلة في مشروع ضخم جدا، ولكن واحنا داخلين فيه مراعيين الأبعاد البيئية في مساحات خضراء، مراعيين ان يبقى فيه مصنع لتدوير المخلفات، طب ايه النقل المستدام اللي ممكن نستخدمه، انواع النقل اللي موجود، المباني، استخدامات الطاقة الشمسية. هي دي الفكرة اللي احنا بنحاول دلوقتي في ظل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية اللي الدولة بتمر بيها، ان احنا نعمل عملية دمج للأبعاد البيئية. ودي حاجة مش سهلة، حاجة مش سهلة لسببين، لان عملية التخطيط هي عملية معقدة جدا، ان احنا نحط مكونات البيئة كلها مع بعضها، يعني بنتكلم على حسن استخدام الموارد، بنتكلم على كيفية استخدامات الطاقة، استخدامات المية، الانبعاثات اللي بتطلع، إعادة استخدام المياه، مكونات البيئة عامة، شغل البيئة شغل بيبقى إلى حد ما معقد، ولكن بنمشي في هذا الطريق وبنقول دي بداية خطوة. خططنا استراتيجية وعملنا اتساق للوثيقة بتاعت الأمم المتحدة اللي هتدعم مصر في خلال 4 سنين. ابتدينا وإحنا بنشتغل على مشروعات قومية ونخطط لها، نراعي الأبعاد البيئية، حطينا الأهداف جوه استراتيجية التنمية المستدامة الخاصة بالبعد البيئي، بتتكلم على 3 حاجات رئيسية: الحفاظ على الموارد الطبيعية ورأس المال الطبيعي، لأن أساس شغل التنمية المستدامة مش إن إحنا نلوث ونعمل حد من التلوث، أو نبتدي إن إحنا نشوف إزاي هنخفض نسب التلوث سواء هواء أو مية أو حتى إعادة تدوير للمخلفات. أساس شغل التنمية المستدامة هو إن إحنا عندنا موارد طبيعية لازم إن إحنا نحافظ عليها. وإحنا ماشيين في السكة بنشوف بقى قصة التلوث، بنحاول إن إحنا نخفض فيه، فلازم الاتجاهين يمشوا على التوازي. الحاجة الثالثة تنفيذ التزامات مصر في الاتفاقيات البيئية وضمان اتساقها مع البرامج والمشروعات الوطنية. والحقيقة دي حتة كانت احنا يعني في القطاع بتاع البيئة مش وزارة البيئة فقط، كانت بتقلقنا كثيرا، لان دايما بيبقى المسار بتاع الاتفاقية والتفاوض والشغل ده ماشي في اتجاه، والمسار بتاع البرامج والمشروعات بتاعت الدولة في اتجاه اخر. فعملنا عملية اتساق لده، ومن هنا من الـ3 ابعاد الكبار ابتدينا نحط في برنامج الحكومة اولوياتها نشتغل عليها على مدى 4 سنوات. في المرحلة الأولى من برنامج الحكومة تحسين نوعية المياه لنهر النيل، تحسين نوعية الهواء، تقييم منظومة إدارة المخلفات الصلبة بشكل عام، دعم المنشآت الصناعية إن هي تتوافق بيئيا، رفع كفاءة البنية الأساسية لتطوير المحميات الطبيعية والاستثمار في المحميات الطبيعية، وتطوير السياسات اللازمة لمواجهة آثار تغير المناخ. طيب دي ببساطة شديدة المرحلة اللي مصر مرت فيها لغاية ما وصلنا لمجموعة من المعايير والإجراءات اللي احنا بنحاول ان احنا نراعيها. ولكن هقف هنا واقول طب احنا فين من اهداف
التنمية المستدامة الأممية. شرفت أن أنا كنت مع زميلتي الدكتورة هالة في نيويورك في شهر 7 اللي فات، ومصر قدمت التقرير الطوعي للتنمية المستدامة، لأهداف التنمية المستدامة الأممية. في هنا جزء مهم جدا، هل احنا، وده الحقيقه مش يعني سؤال بيتردد مش لينا احنا كمصر فقط، ولكن لمنطقتنا العربيه، هل احنا واحنا بنحقق استراتيجيات التنميه المستدامه الوطنيه اللي عندنا بنراعي الاهداف بتاعه التنميه المستدامه الامميه وشايفينها قدامنا وحاطينها وعارفين ان احنا لا نبذل الجهد مرتين؟ دي حاجه. نمره 2، هل احنا واحنا ماشيين في هذا المسار عاملين فصل ما بين عمليه المسار السياسي لاهداف التنميه المستدامه الامميه والتنفيذ الفعلي؟ هيبقى يعني حضراتكم اسمحوا لي، زي ما بدأنا في اتفاق باريس بالتزامات طوعية، وهناك دلوقتي تفاوض على كيفية ان الالتزامات الطوعية تبقى إلزامية، هيجي وقت علينا هنلاقي ان بما ان احنا كلنا مقتنعين بمسار التنمية المستدامة، وانا بقول كلنا مش المنطقة العربية، العالم كله، هنلاقي الالتزامات الطوعية اللي احنا كل سنة بنقدمها بقت التزامات علينا ولها معايير ولها طرق للإبلاغ. وبالتالي لازم ان احنا نبتدي نفكر احنا هنجد وهنقدر ان احنا نعدي التحديات دي ازاي. بمعنى ايه؟ احنا مش مستنيين المجتمع الدولي لما هيجي يقول احنا لازم نحقق التنمية المستدامة ولازم يبقى الاهداف محددة ولازم يبقى تارجت، كل دولة تحط المعايير بتاعتها والاهداف بناء على الاوضاع الوطنية، لان ده هيحصل سونر اور ليتر، كمان سنتين كمان ثلاثة هيحصل. لازم ان احنا نفكر ازاي هيحصل تعاون ما بين القطاعات المختلفة عشان تقدر ان هي تحقق ده وتقدر ان هي توصل لمسار التنمية المستدامة اكتر من المخطط بتاعها. في ثلاث تحديات بتواجه الدول العربية في موضوع التنمية المستدامة وموضوع البيئة بشكل عام. 1، البحث العلمي. البحث العلمي هو الأساس لأي حاجة، ما ينفعش يبقى فيه فجوة ما بين السياسات والعلوم، ما يبقاش يبقى فيه فجوة ما بين البوليسي اند ساينس، لازم الاتنين يبقوا متسقين مع بعض. هضم صوتي لصوت دكتورة هالة السعيد لما اقترحت فكرة المرصد العربي للتنمية المستدامة اللي تحتضنه جامعة الدول العربية، وأقول هذا المرصد لن يكتمل البنيان بتاعه بدون ما يبقى فيه بحث علمي قوي داخل منطقتنا العربية. هدي مثال واضح وصريح جدا، عندنا في معظم اللي موجودين في القاعة ممكن يكونوا كيميائيين اشتغلوا على موضوعات تغير المناخ بصورة أو بأخرى. اللجنة الحاكمة لتغير المناخ كم عدد الخبراء العرب اللي بيراجعوا التقارير واللي بيضعوا البصمة بتاعتهم في التقارير الدولية؟ التقارير الدولية اللي بتطلع لأي هدف من أهداف التنمية المستدامة، سواء تغير مناخ، تنوع بيولوجي، استهلاك واستهلاك مستدام، الوجود العربي فيها ما هواش على المستوى المطلوب. وطول ما احنا مش موجودين في التقارير الدولية اللي بتتعمل اللي هي بتشكل مسار المجتمع الدولي والشغل فيه، طول ما احنا هنفضل طول الوقت بنتلقى ونحاول ان احنا نعمل عملية موائمة. وبالتالي انا بحس ان المرصد العربي يجب ان يكون البحث العلمي وتبادل الخبرات ورفع من شأن القدرات الوطنية للخبراء العرب، ونبتدي نبني ده من دلوقتي. ده اساس يعني لازم يكون موجود لو احنا عايزين نحقق نبقى في الدرايفنج سيت زي ما بنقول، زي ما بيقولوا. الجزء الثاني، التمويل، الفجوة التمويلية. مفيش حد يقدر ينكر ان هناك فجوة تمويلية حتى على مستوى المجتمع الدولي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة الاممية، الفاينانسينج جاب. طب احنا نقدر ازاي نعمل عملية يعني تقليص لهذه الفجوة التمويلية؟ بحاجتين،
نمرة واحد، نبتدي نبص لممارسات القطاع الخاص في المنطقة العربية وكيفية تبادل الخبرات وإلزام القطاع الخاص ببعض الإجراءات اللي لازم إن هو يعملها، ونتحول من مرحلة الطوعي للإلزامي. وبالمناسبة لما هنتحول من مرحلة الطوعي للإلزامي، القطاع الخاص هيوافق على ده. ليه؟ لأن دلوقتي بقى في سعر للطاقة، بقى في سعر للمية، ما بقتش الحاجة زي من 10-15 سنة بقى هو بيدفع فيها. في شركات موجودة عندنا في مصر بتطلب دراسات لكفاءة استخدام الموارد وترشيدها، عشان ده بيوفر لهم في التمويل وبيخليهم يكسبوا أكتر. وفي نفس الوقت لو احنا بنتكلم على القطاع الخاص يبقى عنده تنافسية في منطقتنا العربية، يبقى لازم ان هو يعلي سقف الاشتراطات البيئية، لازم يراعيها. وبالتالي حتة ان احنا نرفع من التزامات وشغل القطاع الخاص، اعتقد ان احنا محتاجين نفكر فيها لمصلحة القطاع الخاص قبل ما لمصلحة الدولة او الحكومة او مسار التنمية المستدامة. الجزء الثاني، لو احنا النهاردة كل دولة بتعمل دمج للبعد البيئي في الخطط والقطاعات بتاعتها، يعني احنا واحنا شغالين بنبص على البعد البيئي في الزراعة، في الصناعة، في الطاقة، في الإسكان، في كل الحاجات دي، ده بيوفر، والله العظيم بيوفر. لأن في تكلفة لعدم مراعاة الأبعاد البيئية، تكلفة إن ما بيبقاش فيه استدامة بعد 10 سنين، إن المبنى اللي اتعمل ده أو المحطة اللي اتعملت مش متوافقة بالأبعاد البيئية، بالتالي فيه إهدار للموارد، هبتدي أعمل لها صيانة أكتر، هبتدي إن أنا أصرف عليها أكتر. اللي احنا فيه النهاردة وإحنا بندفع تكلفة، إحنا بندفع تكلفة إن اللي قبلنا مراعاش الأبعاد البيئية وحط البعد بتاع الاستدامة في الشغل بتاعه، فعمالين ندفع الفاتورة أعلى. فلو ما ابتديناش من دلوقتي نعمل عملية الدمج في الخطط والقطاعات بتاعت القطاعات التانية اللي هي مش بيئية، الفاتورة اللي ولادنا هيدفعوها هتبقى أعلى بكتير. آخر جزء، لازم إن احنا ننتهز فرصة إن في تجارب ناجحة في الدول العربية، هرصد بعض منها وليس كلها، الموضوعات اللي خاصة بالطاقة المستدامة، الاستخدام الأمثل لتدوير المخلفات، الإجراءات اللي بعض الدول العربية أخذتها للحد من النفايات الخطرة، الاستخدامات بتاعة الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدوار في بعض الدول العربية. مش محتاجين نطلع بره، مش محتاجين نروح لأوروبا ولا الأمريكا ولا نشوف التجارب بتاعت الدول اللي مش شبهنا، احنا أصلا شبه بعض. فلازم ان احنا نتعلم ونتبادل من بعض الخبرات. وفي مشروعات كثيرة جدا ممولة من الاتحاد الأوروبي ومن الأمم المتحدة بتعمل دون، بس محتاجين ان احنا ناخده ونعمله عملية توطين وعملية يعني تكرار على مستوى دولنا العربية، بدل من احنا نخرج بره. آخر حاجة أحب ان انا أأكد عليها، التعليم. لو احنا دمجنا بعد التنمية المستدامة والشغل بتاع مراعاة الأبعاد البيئية في التعليم، سواء التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي، هيبقى ده مختلف تماما. دكتورة هالة اتكلمت على الشباب والتجارب بتاعت الشباب وان الشباب له دور رئيسي. عايزين بقى نمشي خطوة كمان، ان احنا من دلوقتي في بعض الدول العربية عملت دمج لبعض مفاهيم التنمية المستدامة في مناهج بتاعتها، عايزين نبتدي نتبادل هذه الخبرات، بحيث ان احنا نطلع جيل تاني قادر ان هو يبقى ممارساته وسلوكه قبل مشروعاته هي فعلا بتتكلم على التنمية المستدامة. بشكر حضراتكم وأسفة على الإطالة.